حمام عامل لي مفاجأة حلوة جدا. طب ايه هي المفاجأة دي؟ خلاص بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين ده كنت انا حاطط تحت الحمام بيض فراخ بلدي، والحمد لله طلع اهو. هي كانت بيضة واحدة اللي انا حطيتها لهم وطلعت اهي الحمد لله. طبعا انا كنت حاطط لهم البيضة صغيرة، فعشان كده هتلاقوا حجم الكتكوت طلع صغير. طب انا عملت العملة الصغيرة دي ليه؟ عملت العملة ديت عشان كنت عايز اتأكد الديك فيه كسر ولا لا، لان طبعا الفراخ عندي لسه بشاش زي ما انتوا فاهمين، وكانت اول مرة تبيض، فانا كنت حابب اعرف البيض فيه كسر ولا لا. فلما لقيت البيضة جمعت طبعا كان هيبقى حرام علي ان انا ارميها وكده، ف حطيت بيضة بس هي مرضتش اكتر عن البيضة، بحيث ان انا البيض البشري انتوا عارفين ان هو بيكون لسه صغير، فهيبقى حرام عليا لو ايه لو انا حطيت اكتر من بيضة عشان حجمهم اصلا هيبقى صغير. فهو كفاية عليا اوي الكتكوت الجميل ده، ده ما شاء الله الحرام بيضرب. الكتكوت طالع برقبانة اهو زي ما انتوا شايفين، بسم الله ما شاء الله. وفي الغالب هيبقى ديك، ديك. طب هتقول له انا بعرف ازاي؟ انا بعرف من جناحه يا جماعة، ديك من الفرخ دوت كده بالمنظر ده هيبقى ديك اهو، جناحه باين عليه خالص ان هو هيبقى ديك. وبرده اما يكمل يومين ولا حاجة هوريكم انا بعرف ازاي من جناحه. بس هو كده هيبقى ديك. طبعا انا هاخد قشرة البيضة دي اكسرها للفراخ اللي على السطح. طبعا نضيف اللهم صل على النبي. انا بحب ان انا دايما اعمل لهم الخطوه دي، ان اي قشره بيض عندي انا برميها على السطح الفراخ بتاكله. طبعا ده في كلسم وفي كل حاجه، اليوم بيكون كلسم طبيعي، فاحنا بدل ما احنا بنرمي قشر البيض اللي احنا نحطه لهم. وطبعا انا هجهز بقى مكان تحت الليل كتكوت دوت، وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني اهو يا جماعه، وانا الكتكوت بسم الله ما شاء الله عليه اهو جهزت له الكرتونه الصغيره ديت، وجهزت له فرشتها له وحطيت له الاكل، وجبت له العلبه الصغيره خالص دي حطيت له فيها ميه، حطيت له فيها كام زلطه بحيث ان هو ما يوقعهاش. واستقبلته المره دي على ميه بسكر، انا كل مره بستقبل على محلول معالج الجفاف، بس المره دي ما كانش عندي فاستقبلته على ميه بسكر. تمام، هو اهو بدام بيجري، وكمان بسم الله ما شاء الله اكل. بصوا اهو اكل الكتكوت اهو بسم الله ما شاء الله عليه، هيبقى زي الفل. تمام، هو بس حجمه صغير شويه، لان انتوا عارفين طبعا انه بيض البشاير بيبقى حجم الكتكوت فيه صغير. طبعا حجم البيضه بيفرق عندنا في حجم الكتكوت وحجم الفرخ. تمام، بمعنى ان لو البيضه صغيره هيطلع لك فرخ صغير زي ده كده. تمام، وبرده حتى اما هيكبر هيبقى وزنه خفيف. فاحنا بنختار لما بنيجي بالذات نرقد اي حاجه على بيض، بنختار البيضه اللي تكون فايره اللي تكون كبيره، اللي تطلع لنا كتكوت حجمه كبير، تطلع لنا كتكوت يكبر معانا بسرعه. عشان كده انا ما حطيتش غير هي بيضه واحده بس تحت الحمام. تمام، حبيت بس اشوف الديك فيه كسر ولا لا، فعشان كده انا حطيت بيضه واحده بس. تمام، لكن انا كنت اقدر ان انا ازود. طبعا انا عندي حاليا في بطه راقده، في تحتها بيض معرق من بيضها وبيض لا، فانا مستني انه بيضها يعدي عليه العشر ايام، هو هيكمل العشر ايام في يوم 4 في الشهر. تمام ان شاء الله يعني، فانا هقوم رايح فرصص لها بقى بيض بلدي، بس هختار طبعا البيضه الكبيره لان انا عندي الوقت الحمد لله اكتر من فرخه بيض عندي، فهختار لها يجي 10 بيضات كده كبار يكون حجمهم كويس، واحطهم بعد 10 ايام من الرقد بتاعها على البيض بتاعها. طب ليه بعد 10 ايام؟ بحيث ان البيض بتاع البطه وبيض الكتاكيت يطلع مع بعضه. تمام، لان احنا في الشتاء والجو ساقع طبعا، فبيض الفراخ بيطلع على 22 يوم، والبطه كده هيبقى لها 32 يوم، بيضها برده هيبتدي ان هو يخربش ويبتدي ان هو ينقر ويطلع، ف
فبحيث ان هي البطه ما تلاقيش ان في بيض فقس عندها فتقوم راح قايمه من على البيض، لا انا هحط لها طبعا بيض بعد يعني يفقس مع البيض بتاعها، بحيث ان كله يطلع مع بعضه ويبقى عندي الحمد لله دوره فراخ ودوره بط كويسه. انا خسرت فوق الستين بيضه من بيض البط ده يا جماعه والله، لان انا غلطت غلطه ان انا الدكر كان بيغير ريش عندي، فكان ولا مع النوتي، فطبعا كان الكسر كله بتاعه فاضي، ما طلعليش غير كام بيضه بس كده، هما اللي جمعهم الحمد لله يعني. والبيض كله انا لميته حتى دبحته والله بطتين، ما سبتش غير بطتين بس والدكرين فوق، والدكر الاسود برضو هذبحه قريب. تمام، بس انا كده اكون بقى خلصت معاكم الفيديو، يا رب المفاجاه دي انها تكون عجبتكم، واي حد عايز يجرب التجربه دي يجربها، بس يختار البيضه اللي حجمها كويس ويحطها تحت الحمام. تمام، اهم حاجه يختار البيضه اللي يكون حجمها كويس. تمام، وانا كده خلصت اهو معاكم موضوع الفيديو، وياريت تشتركوا في القناه اللي بيشوفوني لاول مره ويفعلوا الجرس عشان كل جديد انزله يوصل لهم، وياريت لو عجبكم بقى الفيديو ده ما تنسونيش باللايك، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد على خير.